السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسعد الله مساكم بالخير، مساكم أمطار وخير ورحمة. حاليا أمطار متوسطة على منطقة دبل فجيرة، وأتوقع هذا الأمطار على المنطقة الشرقية ككل إن شاء الله، والله يبارك ويزيد لنا بهذا الرحمة يا رب. ما شاء الله، شوف الأمطار. أنا حالياً قاعدة أتريا شخص يسمى بسعيد اليماحي، لكن وين ما أدري، هو يترياني بمكان قبل ما أتلاقى وياه. براويكم شيء، شوفوا الأجواء. شوفوا هذا الشيء، هذا مش بيت، هذا عبارة عن قفص بدائي قديم يسموه اللف، أو في عدة مسميات لكل قبيلة لها مسمى. وهذا عبارة عن قفص بدائي مثل ما ذكر لصيد النمور والفهد الفهود، قديما النمر العربي. فالآلية إنه له حصى من يدخل فيها النمر على طول تنزل. ما شاء الله، أمطار غزيرة تبارك الرحمن. قولوا معاي: اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب، وعم بها البلاد والعباد. سعيد راهد يماحي. والنعم. نقوم بني حمودة. احنا حاليا بأي منطقة؟ منطقة كريب. زين، كلمنا عن هذه المنطقة وتابع على أي إمارة؟ هاي منطقة كريب، نزلة ساكنتنا، نزلتنا أول متنين هنا، وخلقنا واستوينا. هذا وين النخل الأصلية هذه منا، وهاي السكنة مناك محترقة، والشعبة ومنا بطيع وادي يعكل وادي عش والرعلة والغشبة، كل هاي مناطق تابعة. جبل لنا جبل ضواحي الرعلة فوق، منطقة فوق هذه كقمها، هاي لنا ومحترقة لنا، وخبز الدخن من النخل. أول ما هي السح من النخل، كله من النخل، ما هي مكان من العسل من الجبل، والكامي والسمن كلهم الغنم، والجبن كلهم الغنم، كلنا ساكنين في هذا المكان. ما حد عندنا لا فر ولا شيء. نعم، خلقنا والله خلقنا كلنا، نزرع البر، نزرع الصيف، نزرع البطيخ، ونزرع اليح، ونزرع البصل، ونزرع الرويد، ونزرع القرقير، كله زرعون. هذا زرعون وهذا عايشين عليه. زين، اول قديم زمان الاولي انتم كنتوا تتاجروا بالبضاعه، تشلوها تبيعوها مناطق ثانيه؟ نشيل راس خيمه، نشيل راس خيمه حطب سخام ويزر وفندان وعسل وسمن ويبن، هذا كله نشيل راس خيمه. وغير ما عندنا شيء. زين، كلمنا عن حياة الأولية، كيف كنتوا عايشين أول؟ عندكم كرين ولا عندكم بيوت الحصى؟ عندنا بيوت حصى، عندنا بيوت سعف، سعف عسبق، كل ما عندنا ولا عسبق وهذا غير ما شيء، وعنده طويل عمر ما عنده شيء غير، هذا يدعون ما شيء، هذا بستو ما شيء، هذا طويل عمر شينكو ما شيء، كله حصى وعسبق. هنا زين، شو عندكم؟ عندكم وديان ولا عيون طبيعية ولا طويان؟ أول عندنا طويان، وعندنا عيون طبيعية، طبيعية كل شيء عندنا هو طبيعية. الوديان هذي وخلسان هذي طوى منا وطوى منا، طول عندنا هذاك الجبل لا خبر، خلق ما تيبه ما تيبه تموت، تابع غدا غاف. عندنا بطيء عمش وعوب، وعندنا بطيء عمش الوعوب هاي تشرب على ماي من الجبل، نعض نعض داخل الجبل وينعض من داخل الجبل من سنين، الحين عاد يبس عنا
يوم يبت عنا ما عندنا ماي. منا ومنا 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 بس قدحنا رقوق وقدحنا كل شيء. وزروب مال الغنم طي. ما قبل ما صيام ما صيام. كلها زروب. نعم. وما غير عندي رواحي ونخل قديمة مال أول من سنين. نخل نقلة كم طولها. نعم. زي خبرني وين الوعوب اللي عندكم؟ عندكم وعيب اللي أنت تقول تزرع فيها الدخن والبرد؟ النخل كريب هي هذه. هاي النخل كريب. هذا أخونا سعيد اليماحي. نعم. تمر على وادي الخروس؟ نمر على وادي الخروس. نطلع طوي عمج الطوجيل. نخطو طوي عمج على هاي الغرب لها شو اسمها هاي. ونسير سيدة ناس قيمة. ما كنت تسير دبي؟ نسير دبي وطوي عمج نطلع على الزي هذه على أذن وطلعنا مرة على هيك الكبكوب وطلعنا سيدة على هيك على فدي. زي كيف كنتوا تطلعوا قبل بحمير ولا بريولات؟ حمير وركاب. نعم. ما كانت في سيائر؟ لا سيائر ما هي تو ما نعرف. وقبل كانت ماشي كهرب وهذا كيف كنتوا تعيشوا؟ عيش فنر فنر والغاز من وين كنتوا تجيبوه؟ قاعد لقيت منه من السوق نجيبه مع يوسف. مع يوسف من راس خيمة نجيبه قاعد. ايه. اي طيب عمر عابوط هاي يطلع منه نعاض مال الماي. ويسقي منه النخل. ويسقي منه الزراعة ويسقي منه منه ومنه ومنه. والحابوط هو هذا يسموه بروحه حابوط كريب؟ اي حابوط كريب. نعم. وخلقت الدنيا عليه. إيه. نعم لين هالحين موجود محل الحابوط. هذا يغذي المنطقة كلها ولا بس مزرعة واحدة؟ كان يغذي المنطقة كلها. كلها. الناس كلهم يعني ومرة من عند هذا على هالحابوط هذا. بس اللهم إنه يعني على هالحابوط يشوفوا منه الماء للشرب للزرع للحيوانات لكل شيء. لكل شيء. الماء اللي فيه من وين؟ هذا الحين اللي فهمته حابوط هذه حبيسة تجمع الماء. الماء جاي من فوق. هذا عنده عين من من الجبال. من الجبال يطلع مرة على طول هالعين وسيدة ويتولف هالحابوط هذا. عين يكون من الجبل وعين مكان ثاني إن شاء الله في النخل هي النخل الأولية نخل كريب. أباك تكلمني عن اللف اللي قبل شوية شفته أنا. هذا كان يستخدم لشو؟ خبرني. هذا اللف بطيء عمس خدمه لين النمر ولين الثعلب ولين الكلب. هذا اللف يدخ فيه كلاب ويدخ فيه الثعالب. النمر هذا يجي له الغنم ياكلها. نحط سخل داخل اللف ويجي يدخل ويسكر عليها. حصاه. انتوا تسموها اللف صح؟ اللف. والرميه بعد؟ رميه غير الرميه. كيف شكل الرميه؟ شكل الرميه. تشبهها؟ ايه. لكن كانوا يستخدموها لصيد الحيوانات لف صح؟ لف لف للحيوانات لكل شيء. حط سخل داخل اللف. وحطي عليه داخل نربطه ويجي النمر يدخل يسكر عليه. يعطيك العافية. أشكرك على هالمعلومة. عاد هذه مزارع الكريب. بغيت الزحلط وطيح. وطبعا مثل ما سمعت يعود سبب تسمية هذا المنطقة بكريب لوجود حابوط اللي يتغذى من عين كريب اللي موجودة فوق اليبل. شوفوا النزلة. هذه مزارع كريب. طبعا هذا لأخواننا ورانا. هذا العيال الوالد مطر صح؟ الوالد مطر ولد راشد. في واحد ولد الوالد مطر والثاني ولد عمه. يعطيكم العافية. طبعا هم قاعدين يراون المنطقة ويعرفونا جزاهم الله خير. هذا الفلي اللي طالع من الحابوط. الحين براويكم الحابوط. طبعا هذا اخونا سعيد جزاه الله خير. بسم الله. هذا هو الحابوط ما شاء الله تبارك الرحمن. ترى هذا الماء جاي من العين الطبيعية. بصحح لكم هذه كانت تتعبى بالماء الطبيعية لكن العين جفت. وهذا الحين الماء يعبوه من الوادي من المطر ومن التنكرات صح؟ فهذا هو الحابوط اللي يسموه حابوط كريب. هذا هو حابوط كريب ويعود سبب تسمية هذا المنطقة بهذا الحابوط.
عندكم الوعوب اللي اصلا كان يزرعوا فيها الحب الدخن والبر، عندنا الوعوب على تقريبا هذه الوعب الاول الوعب الثاني وعقبها الرعله تطلع على الرعله زين. اذا طلعت زياده بتكون على الطرف اليمين يعكل، والطرف اليسار بيكون على عش اصل عش منطقه عش الروحه، هذه المناطق اللي اسمها. يعطيك العافيه. كان اغرز بالغيله. هذه هي مزارع كريب، هي هذا القديمه مثل ما هي على فكره، ما تلاعبوا فيها ولا اضافوا فيها اي شيء، مثل ما هي من 150 سنه تقريبا. طبعا هذا الوادي من ناكها ينزل، ما شاء الله تبارك الرحمن، قولوا دائما ما شاء الله. هذا رمان البلاد. الفلاي مثل ما هي من زمان، يدوبهم مضيفين الأشياء البسيطة مثل الطابوق والبيبات، لكن النظام والتقسيمة مثل ما كانت أول. هنا كان يزرع الدخن والبر. هذا شو كلها كان يزرعوا فيها الدخن والبر والشعير. مثل ما تلاحظوا التقسيمة القديمة. هذيك الفزاعة، هذا المكان هذي كله كان يزرعوا فيها بر وح بر ودخن. مثل ما سمعتوا الوالد ذكر أن قديما كانوا يشلوا البر والدخن يبيعوا براس الخيمة، كانوا يسووا منه الخبز. هذا لا وش يسووا.